قال لي والله امريكا دوله كبرى، اذا كان تدخل من يقدر يمنحها. قلت له كيف تدخل في ارض الدوله مستقله يعني في سبب؟ بعد تلاقيت انا وياه قال لي الشيء اللي ما اقدرش نقول لك في الهاتف، العراق بعد الكويت اجتياح السعوديه. كيف؟ قال لي استطلعنا وشفنا، وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشره على الجبهه وبتزحف نحو السعوديه. الامر الذي ادى لان السعوديه فعلا الدفاع عن نفسها في حال حتى عن الشيطان في ذلك الوقت. راحت جابت القوات الامريكيه. اصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي اللي موجود الان فعلا يعني مصدر قلق او حتى تهديد لاخواننا في الكويت في السعوديه في كل الخليج. وامريكا متعهده بحمايه هذه المنطقه لان المنطقه هي مصدر هام جدا للطاقه. اذا اذا في تصحيح تفضل اقول يا اخي عبد الله. المملكه العربيه السعوديه واجهه، المملكه العربيه السعوديه مسلمه، المملكه العربيه السعوديه ليست عبيده للاستعمار مثلك ومثل غيرك. من جابك في الحقوق؟ من جابك في الحقوق؟ غير صحيح، من جابك؟ لكن لا تتكلم ولا تتورط لاشياء مالك فيها لا حق ولا نصيب، والكل هو امامك والقمر هو قدامك. شكرا. شو بقول الله؟